جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي افتتح سيد السفير محمد الياس سفير جمهورية السودان بالقاهرة امتحانات شهادة الأساس للعام 20 وهذه الامتحانات التي يجلس لها أكثر من 1900 طالب بمركزي المدرسة السودانية 1458 طالب ومدرسة المجلس الأفريقي متبقي العدد هنالك عدد من المراغبين المحليين بالمدرسه السودانيه والمجلس الافريقي يشرفون على هذا العمل الكبير وكبير مراقبي امتحانات شهاده الاساس الاستاذ محمد الامين والاستاذ حسن عثمان من ولايه الخرطوم هم في رئاسه كنترول امتحانات شهاده الاساس شكرا وتقديرنا للسلطات المصرية على ش... تقديمهم لنا هذا الصرح العملاق مدرسة جمال عبد الناصر ومعاونتهم لنا في تنفيذ هذه الامتحانات الله, الله شكرا للإخوة في سفارة جمهورية السودان على رسم الدكتور محمد الياس سفيرنا في جمهورية مصر العربية يعني أنا كزول بتاع امتحانات داير أقول مركز القاهرة يساي وحدة في ولاية الخرطوم قدر وحدة عدد طلاب اثنين ألف يعني جهد كبير والله مقدر وكشكول من المشكلات المختلفة آه مكون هؤلاء الطلاب بعضهم الذي أتى من هنا والذي أتى من هنا والذي مشكلته تلك والذي مشكلته هذه مشكلات متعددة ويعني يعني, يعني لولا عون الله عز وجل وعون السفاره نحن ما بنقدر نادي الامتحان بسم الله الشكر للاخ السفير وكل اعضاء البث الدبلوماسيه بالقاهره لمجهودات ومشهودين طبعا عليها. ونحن حقيقه بنطمن كل اهلنا في السودان بنقول لهم اولادكم الان جلسوا كلهم الا من ابى. اي زول وصل جانا هنا جلس الامتحان الشهاده وبنطمنهم كل الاحتراز الصحيه موجوده كل السفاره موجوده معانا من الاكسجين كل الاحتياطات الصحيه والاولاد الحمد لله كلهم بسلام ما في زوج شعر باي حاجه ولا عندنا اي حاله بتاعه كورونا القدير وباسم الوطن انابه عن أنا السفاره جنوب السودان في اللحظه دي دارين نقول كلمات شكر بس لان المجهود اللي بذل رقم الظروف اللي احنا بنمر بيها من جايها بتاع كورونا و الى اخره لكن قلنا لا مستقبل اولادنا اهم رغم كل التحديات ده ومن هنا عايز أقول شكرًا لسفارة السودان للمجهود الجبار ولاتحاد المعلمين للدولتين جنوب السودان والسودان والمعلمين القاموا بإعداد وتحضير الطلاب للامتحانات رغم الظروف ديت. الاسم أمي عبد الله عوض عبد الله أحمد ممتحنة شهادة الأساس بالقاهرة. فاليوم كان أول يوم امتحان لنا فالحمد لله وشكر لله رب العالمين ويا رب تملينا على باقي الامتحانات. وأشكر السيدة السفير بزيارته لنا لأول يوم لنا في الامتحان أنا شهد عبد الله ممتحنة شهادة أساس في القاهرة اليوم الحمد لله امتحنا بألف وخير وشكرا للسفير اليوم غام بزيارتنا في المركز وتفاعله معنا والامتحان جانا ساهل وكان جميل في <applause> سانتا بخيتا باربعه ونص كيلو اربعه ونص بالحقيقه امتحانات ده حلو حلو شديد يعني فرح عبد الله ابراهيم انا من اريتريا الامتحان ساهل ساهل سهل وبسيط ما تتوتروا وما تتعبوا الرحيم انا اسمي صابرين ايمن و... والامتحان كان ساهل و... بدأ لزملائي وزميلاتي الباقيين يشدوا حيلهم وينجحوا في الامتحان. أنا مصطفى محمد يوسف الامتحان والله اذا كان سهل يعني جدا يعني عادي ممكن نحله وننجح فيه إن شاء الله.